اليوم غادي نكتشفوا واحد المنطقة رائعة اللي هي تيتوان، كتواجد قرب مدينة ميدلت وكيجيو ليها الناس من جميع أنحاء المغرب. فيها مجموعة ديال المنافع، مثلا كيتعرفوا الناس المياه الوديان ديالها، احنا وصلنا. هذا هو السد القديم، وكما كتشوفوا كاين مجموعه ديال الوديان. ودابا نخليكم مع خرير المياه. حنا دابا واقفين فوق من السد القديم اللي شفنا من الفوق،
حتى الخيام اللي جا كيكري شي خيمه وكيدوز فيها النهار ديالو. اولا يمكنكم تجيبوا معكم لا طونط ديالكم كما كتسمعوا كاين الموسيقى وكاين اللي بغا يعوم في الواد. مجموعه ديال النشاطات كدوزوا قيت واعر هنايا في تيتوين. تيتوين معروفه بازير والشيح وفليو وهي اعشاب طبيه مفيده جدا. معروفة أيضا بمنابع المياه، كاينين 7 ديال العيون. نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا ونصحكم بزورو تيتاوين لان هي بلاصه رائعه تستحق الزياره اللي فيها نشاطات متعدده ومنافع متنوعه. وما تنساوش تشاركوا بالقناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وديروا لايك للفيديو وشير وكومنت. يلا باي.